رشيد السويدي قطعت المسافه في 9 دقائق 39 ثانيه جزئين من الثانيه تانينا وناموس المركز الثالث وصلت في المركز الثالث مشهوره قطعت المسافه في 9 دقائق 40 ثانيه 3 اجزاء من الثانيه تهانينا لفهد بن طحنون الهاجري. هكذا مسار هذا الشوط الجميل الذي يحمل لنا التنافس والتحديات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم مع سن الإذاع، وهو شوط خاص بالإذاع الجعدان المحليات الأصايل لأبناء القبائل. مسافتنا المعتادة والمقررة والفعلية لهذا السن هي 6 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعين الكرام، نتابع المقدمة، نتابع التحديات الجميلة لهذا الشوط. وأرهني حشيم السعيد بن عبيد بن مرشد من يتابع انطلاقة حشيم مع الصدارة ومع المركز الثاني. أرى التحديات في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاق المباشر أيضا مع المقدمة والصدارة. أرى المركز الثاني صغان لمحمد بن عتيج بن خفية من يتدخل مع المركز الثاني، وثالثا أرى هني مشاغب سعيد بن سيف بن عبيد بن كديدة من يتابع انطلاقة مشاغب والتحديات أيضا والانطلاق لسلهود لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. نسير مع المركز الخالم بن دغاش العامري، ولكن مياز قفل على مجريات هذا الشوط، يضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار، شعار مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. تهانينا مع الأداء الجميل والانفراد الرائع اللي قدمه مياز، هذه لحظات وصوله واغترابه إلى خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري، وللمرة الثالثة على التوالي في هذا الصباح الجميل لحظات وصوله إلى خط النهاية، بينما اللي وصل مع المركز الثاني شاهين لسالم بن دغاش العامري، ومع المركز الثالث يصل فيه شاهين لأحمد بن علي بن راشد الكعبي. المركز الرابع شاهين ليمعة بن عبيد بن حميدان، والبقية نحيلهن لأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مياس إلى خط النهاية. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارة 9 دقائق 42 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري، بينما اللي وصل في المركز الثاني شاهين يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق. هذه لحظات الوصول 48 ثانية وجزء واحد من الثانية. التهانين لسالم بن دغاش العامري، ومع المركز الثالث يصل فيه شاهين لأحمد بن علي بن راشد الكعبي. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 48 ثانية و5 أجزاء من الثانية.